شكرا للزميل ايمن جاده باستوديو المباراه، مباراه البارسا وتشيلسي هنا في القلعه ستانفورد بريدج. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكم في ملعب ستانفورد بريدج هنا في فولام رود، الملعب الذي بني في 1876 تم افتتاحه رسميا في 26 أبريل 1877، وهو على ملك البريدج في عشب طبيعي. 41 ألف من المناصرين هنا يحضرون مباراة القمة، المباراة المرتقبة بين تشيلسي وبرشلونة في مباراة وقمة. ثمانية مباريات ما غير ما سجل هدف في كورتوا، وتشيلسي يلعب كرة طويلة، ماركوس الونسو والكرة من المرمى، هكذا عودتنا قمة تشيلسي وبارسا. وحطالو يا الله الله يا دان، إذا هذا منور تشيلسي باش ينور، إذا هذا منور البلوز باش ينور. كرة ممتازة من تشيلسي، يلعب الكرة فابريغاس، كرة بالراس ترجع عن طريق بوسكيت، واحد انتصار أمنه إيتو، يمشي بالكرة نيجيري خطيرة ويليان، كرة كورنر، ركنية أولى في المباراة، كورنر الأولى للعبور، كوم 2-2 وجول توريس، وكرة بالراس روديجر، ضاعت الكرة، ضاعت المحاولة من روديجر، يبقى سكور 0-0. خمسة مرات ميسي بدع يبدع يمتع كالعادة، يمشي بالكرة عرضية خطيرة وصعبة جدا، ولكن كريستنسن في الأوت، يلعب الكرة كريسبير، الهربة نتاع لاعب أكبر، ملاعب خشين يهرب أزار، حط الكرة، ما زالت إدان جابها، أضرب لم يضرب، وفيها لمسة يد، نعم زفر يا تركي، لمسة يد لكانتي، خطير جدا تشيلسي، هذا تشيلسي ينور، هذا تشيلسي خطير، هذا البارسا وصبر أيوب، حط الكرة ليونيل ميسي، يمشي ليونيل، وسط كرة خطيرة، جول، ضاعت، ضاعت الكرة عن طريق الوحش باولينو، يتمركز كانه راس حربة، ممتاز جدا القادمون من خلف، أحسن من يطبقها من متوسط، انتينو والدروزاريو، حط الكرة ممتازة، جات بالراس روديغير، لبرشلونة، يلعب ليونيل ميسي، ليونيل ميسي يعطي باس ولكن بعيدة، والتغطية كانت ممتازة فيكتور موسيس، هذه الكرات البينية سنراها كثيرا. ميسي 2009، ليو جول، ليو جول، ليو ميسي، ليونيل، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة، وكم كانت قريبة يا البولجا، كم كانت قريبة يا الأرجنتيني، كرة 1-0، شوف ميسي بداها، انيستا يستناه، يرجع فريق سيرجي روبرتو، روبرتو الدفاع، رجعت من كريستين سلو، والكرة من ويليان، ويليان يهرب ممتاز، ويليان شق الجدار، هز على اليسار، ما تبيحش الآن، لا تسقط الآن، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الكرة الزرقاء من قدمي، مش ممكن، مش ممكن، تمشي كرة، كرة ممتازة والحارس تجن، كرة ماركوس الونسو والتير شتاجن الألمان، ما ترقدهاش يا روديغير، ترجع كرة خطا فاول، حكم 10-10 لحدران. كونتي يقول الآن بدأت المعركة، وطب الكرة عن طريق ويليان، ويليان، ويليان مش حطالي، ويليان مش حطالي، ويليان حطالي، ولكن القائم قال لا، يا ويليان هات نبوسوك، يا ويليان هات نعنقوك، يا ويليان على الأعناق نهزوك، هكذا قالت شلسوية، يا معلم يا كبير، يا معلم يا معلم يا معلم، ملا الكرة، ملا أزار، أزار كرة ممتازة، أزار هزة من اثنين، راكيتيتش يخسر الكونتاكت والحكم لا عاد عديه، عديه. هاش تزفر يا تركي، هاش تزفر يا تركي، استا ويليان يمشي والهربة خطيرة، هي وفيكتور موسيس ركنية، ركنية لبرشلونة، البرسا لا ينسى واجبات الهجوم، لا ينسى بند الهجوم في دستور كرة القدم في بارتلوسي، الكرة الثانية خطيرة، الراسية من جيرار، العنوان الأول لكرة برشلونة، ما قلته أولا، النوايا إن وفق ويكون في فورمة، يمشي بالكرة، فابريغاس عز الكرة وقفها يا سحار،
وقف الكرة الثانية يخطفها ويليان، عودها لويليان حتى الجول. لا لا كسروه القائم، العنوه القائم، اشتموه القائم، هزوه وبدلوه القائم. قائمة اليمين وقائمة من اليسار، وحديدة أولى وحديدة ثانية، والبرسا محظوظ. يا سادة يمشي كرة فابري خطيرة بالراس، ترجع كرة ثانية زار ادن 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 ازار، والزهر اللي عنده ازار. نصف ميسي، ليونيل ميسي، ليونيل المهبول تابت الشر. والشوط الثاني ماذا سيقول ليونيل والرفاق؟ تمشي كرة من سيرجي روبرتو، كرة برا اوت، ضربة مرمى للحارس كورتوا. ما نعرفش الزملاء. ترجع الكرة انيستا، يمشي انيستا، انيستا شاط كرة بعيدة. اندرياس انيستا الرسام صاحب هدف التاريخ. المدرب بيدرو هذه اختراع زار. والدفاع الدفاع ما بقاش يلعب. ترجع الكرة، فما خطا لبرشلونة. نعم فاول البارسا، فاول البارسا. سواريز كرة خطيرة من لويس. يا ولد يا سواريز، يا ولد يا لويس، يا ولد يا سيليست دي اوروغواي. ماركوس الونسو اقرب فرصة للكاتالونز. ضيق على نفسه خلاص، عاود عاود لا يراوغ، يراوغ سواريز ممتاز وجاب ركنية. ساك دي سكينة، ركنية لبرشلونة. يمشي بالكرة في الركنية، ركنية واتيبو الونسو. بيدرو يضرب فابريغاس وكرة ضعيفة، وضربة ركنية للبلوز. كورنر لتشيلسي، كرة خطيرة خطيرة. ويليان ثالث مرة، ويليان ثالث مرة، ويليان ثالث مرة جول، ثالث مرة جول، ثالث مرة جول. الأولى لا، الثانية لا، الثالثة بالقوة تدخل تدخل. كونتي يفتح باب التسجيل، تكتيك الطلياني يجيب النتيجة. يا تاكا يا تاكا، كم شتك تاكا، تاكا يا تاكا الطليان قمة التكتاكا. يا كونتي على سطح جبل ستانفورد بريدج مرة أحد الرحالة من البرازيل. وقت البرسا لا يحتفظ بعذارة الشباك هنا أمام الكرة من لويس سواريز، سواريز وكرة من فيكتور موزيس. من جدار ويليان، ويليان مش ممكن التمرير، الأسيست خرجت. سلامات 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 أم حسن، سلامات أم شتاجن. رجعت الكرة للتير، شوف الكرة، شوف الصورة، شوف الهجمة. بلا باس على ومشيت على تجي بي عدى. يا امور حذاري، يلزم حذر، يلزم توازن وهدوء. فدفع اشفاها اشفاها يقول العب التركي. وفي كل شبكة هنا ممكن فيها خطأ. عدى قلت لك خطأ خارج منطقة الجزاء، في رأيي فما الدفعة. قال له كرة خطيرة وكرة صعبة وفرصة التعادل. يضرب كرة جول، كرة من ليونيل ميسي لا يعدلها. لا بذكريات انيستا، انيستا يا كاره تشيلسي، يعطي كرة هدية، يمرر كرة عرضية لملك وامبراطور الكرة العالمية في الجول. يا جيفارا، يا تشي، خلق مواطن ارجنتيني من مدينة كروزاريو وخالفك في التاريخ، خلفك في التاريخ. الثاني، الثاني لمن يمشي؟ فيكتور، فيكتور عداها، فيكتور موزيس وكورنر. لا، لماذا تلمسها يا ابن نيجيريا؟ ضربة مرمى لا اوت. موجودين، هذا هذا مضمنين الان الحسبة. تشيلسي برشلونة، رد بالك تحتاج عندك صفرة خبيث. الأورجواني، ها يا الأورجواني، ما عملوش باليدين وعلى قيمة الليفر، ولكن نيستا بهذه الأرقام. الدفاع يلعب الكرة، بيدرو رودريغيز وسامويل أومتيتي. ركنية خارجت، طلعت طلعت، ما فما شك، ما فما شك. ويليان ما تقوليش تعود هيل وتشوت. يلعب الكرة فيكتور موزيس، ها يا فيكتور، وكرة في ضربة مرمى. فيكتور موزيس حدد في لاغوس، هاوك بحذا الكشك اللي يبيع الجرايد نيوز بيبر، هاوك بحذا الصيدلية. تفيد حاط الكرة 2-1، تمشي كرة في ذكريات الغدر. يمشي بوسكيت صاحب الريتين ورا صاحب القلبين، وعنده كبتين واربع كباد، والكرة ترجع إلى فلذات الأكباد من عشاق كاتالونيا.